اهلا بيك مره ثانيه كابتن خالد، برحب بحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين مع حضرتك وتغطيتنا لمباراه الاهلي والزمالك والكره الطائره ولقاءاتنا ما قبل المباراه، وانضم لنا دلوقتي اللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. يعني سياده اللي هو بنرحب بحضرتك في البدايه، يعني المباراه يمكن اتاخرت عن ميعادها لكن مباراه الجيش وسموحه واضح انها المنافسه بقت شديده قوي في الدوري وكل الفرق مصممه انها تكمل في المنافسه. اول حاجه انا طبعا بشكر قناه النادي الاهلي ان هي استضافتني في اللقاء ده قبل المباراه. طبعا برحب كابتن خالد العوضي وكابتن نور عطيه وكابتن هاني مصلحي وكابتن ايمن العيدي في الاستوديو التحليلي. احنا طبعا المباراه دي النهارده تعتبر اخر مباراه في المجموعه دور الاول. احنا كنا في مجموعه هنا لعبنا امبارح مع الاتحاد، الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 3-0، والنهارده ان شاء الله مباراه الزمالك مباراة حاسمة جدا. أنا وجهة نظري الشخصية إن الفريق بإذن الله هيحسم المباراة. حسمه للمباراة معناته أكتر من 65% من الدوري إن شاء الله هيكون لصالح النادي الأهلي. إحنا طبعا عندنا مجهود كبير في الفترة اللي جاية، لأن عندنا عقب المباراة بتاعت النهاردة في مجموعة تانية هتتلعب، وبعدين نهائي الكاس 18 و19 مارس، وبعد كده تاني يوم على طول السفر لمعسكر الاعداد لبطولة افريقيا. 9 ايام في بولندا هيعقبهم بطولة افريقيا وبعدين نهايات الدوري. طبعا احنا في ماراثون كبير جدا 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 جدا، الجهاز الفني والاداري والطبي يعني مركزين جدا مع اللاعبين. اللاعبين الحمد لله بنطمن النادي الاهلي وبنطمن الجمهور بتاع النادي الاهلي ان الفريق ان شاء الله عايز يحسم الثلاث بطولات. الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها بقى وقفه مجلس اداره النادي الاهلي معانا بقياده كابتن محمود الخطيب، راجل بيتابع على طول النتائج بتاعتنا، والحقيقه كان مهتم جدا بمعرفته للنتائج. امبارح الاستاذ محمد الجرحي كلمني، العمري بيه فاروق قبل ما نسافر التقيت بيه في النادي وسالني على الفرقه وقلت له الحمد لله وطمنته. الاستاذ محمد ضماطي كلمني قبل ما يسافر وقال لي شد حيلكم احنا عايزين ربنا يكرمنا السنه دي. اغلب اعضاء مجلس الاداره استاذ محمد سراج و مهند بيه وكل اعضاء مجلس الاداره خالد بيه الدرندلي وخالد بيه مرتجي دايما يسال برضه. اللي انا عايز اقوله فرقه النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي مصممه ان هي تحسم البطولات الثلاثه للحفاظ عليها السنه اللي فاتت، لان فعلا اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي بقياده كابتن رؤوف عبد القادر ما قصروش خالص 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 مع الفريق ولا مع الجهاز في اي حاجه، واي حاجه احنا طلبناها اتذللت. والفريق الدعم باتنين لعيبه كابتن احمد صلاح وكابتن محمود رؤوف، وجبنا لعيب اجنبي. طبعا عوده بقى محمد عبد المنعم كانت مفاجاه، طبعا احنا ما كناش عايزين نتكلم عليها، لكن ابتدى خلاص من اسكندريه ينزل المباريات وابتدى ان هو يشارك، وامبارح لعب اكتر من شوطين في مباراه الاتحاد، وطبعا عنده اصرار كبير جدا للرجوع. بنتمنى برضو الشفاء لكابتن احمد قطب بعد اجراءه عمليه الرباط الصليبي. كابتن عبد الله عبد السلام وحسام يوسف معدين الفريق على درجه عاليه جدا على مستوى مصر كلها، ليبرو الفريق، وعندنا 2 ليبروات تانيين صغيرين، عندنا كابتن عبد اللطيف، عندنا عبد الرحمن سعودي اللي لسه طالع سنتر بلوك قوي جدا ومبشر بالخير. كل دول متكاتفين ومتجانسين. مش عايز انسى حد من اللاعبين لان بصراحه بذلوا مجهود كبير جدا. لازم اشكر بقى في يعني محمد مصلحي، كابتن محمد مصلحي بذل مجهود كبير جدا 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 يدل على اخلاصه وتفانيه مع الفريق، وبصراحة احنا كلنا ايد واحدة معاونينه، كابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعة جهاز الطبي الدكتور اهاب فخر الدين وهيثم اللي ما بينامش طول الليل علاج مع اللاعبين وجلسات، والمدلك مكي والاداري اللي معايا كابتن ايمن علي. بصراحة الناس كلها بذل مجهود كبير جدا 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 مع الفريق والخدمة الفريق، والنادي ما قصرش خالص. احنا يعني كل حاجة اتذللت لنا، ما تبقاش غير ان احنا نحصل البطولات. وبنشكر تاني مرة مجلس ادارة مع كابتن المحترم جدا الكابتن محمود الخطيب اللي فعلا
يعني بيدير بحنكة وبيدير بهدوء تام تمام، وعايز يوصل بالنادي الأهلي في كل الألعاب لبر الأمان، وإحنا شايفين اهتمام كبير جدا من إدارة النادي معانا. ده يعتبر ملخص لينا في الفترة اللي فاتت وكل الأمنيات، وبنشكر قناة النادي الأهلي إن هي متابعانا في كل اللقاءات وفي كل المحافل، فده يعتبر الموجز بالنسبة للفريق. وأنا يعني بإذن الله بنطمئن بإذن الله بعد المباراة بفوزنا، لأن اللعيبة عندها إصرار كبير جدا للفوز النهاردة إن شاء الله. كابتن خالد، على الاستعدادات بقى على الجانب الاداري الفتره الجايه، يمكن الدور الثاني هيبتدي برضه نفس معليه ان شاء الله من نهايه الاسبوع، وبعد كده هيبقى في السفر لمعسكر خارجي، يعني استعداداته ازاي اداريا خاصه للموضوع؟ والله كانت موضوع شق جدا، لان انت عارف حضرتك موضوع التاشيرات وحجز التذاكر، لكن معانا استاذه محترمه في النادي ماسكه الحجوزات الاستاذه نسمه طاحون، بصراحة يعني زللت لي كل الإجراءات في التأشيرات وفي حجز التذاكر، وإحنا نعتبر يعني أنهينا كل الإجراءات، إحنا في انتظار بس قرار وزاري يطلع. بالنسبة للفريق إن شاء الله إحنا عقب مباراة النهاردة عندنا راحة بكرة، هنتمرن إن شاء الله يوم الثلاث، ويوم الأربع هنرجع تاني الإسماعيلية عشان نلعب الدور اللي جاي. الدور اللي جاي عندنا ثلاث مباريات، المباراة الأولى مع نادي الطيران، والمباراة الثانية مع نادي سبورتينج، والمباراة الثالثة هتكون قوية شوية مع نادي سموحة. أنا يعني بقول بإذن الله أنا مراهن على اللعيبة، اللعيبة عاملة مجهود كبير جدا. عقب ما هنخلص حضرتك يوم 11 هناخد 3 ايام تدريب في النادي الاهلي او 4، هنرجع تاني الاسماعيليه هنلعب السيمي فاينال حضرتك يوم 18، والنهائي يوم 19 بالليل، والسفر هيكون يوم 20 باذن الله الصبح الى بولندا، كانداسك في بولندا. كابتن بتمنى لكم التوفيق وربنا يعينكم على اللي جاي باذن الله. متشكر جدا، وبشكر قناه النادي الاهلي، وبشكر الكابتن خالد العوضي، وبشكر ضيوفه الاعزاء كابتني كابتن نور عطيه، واخواتي كابتن هاني مصلحي وكابتن ايمن العيدي. العفو. كابتن خالد، ده كان لقاءنا مع اللي هو خالد ابو زين المدير الاداري لفريق النادي الاهلي لكره الطائره، يعني مكملين ان شاء الله لقاءاتنا فيما هو جاي ومتابعتنا الخاصه والحصريه لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 7 من الدور الأول للدوري المصري لكرة الطائرة.